صعيب ياسر صعيب صعيب. أقل قفة هنا راهي ب 40 و 45 ألف، هذه ما قضيت حد شيء، ما عملت حد شيء. انبسطت العيشة في تونس، انبسطت اش خليها الشباب كله هش. الزيت يعني الزيت مش موجود. المواطن العادي مازال ينجم يعيش. تصور ايش والله لا نصور. تو كمواطن تمشي للسوق ولا تمشي للمخازن باش تاخذ شنو تو تو الماجوريتي تاع العباد تمشي دور دور وتشوف بعينها وتروح. يروح مريض عليك. يروح مريض ما يلقاش باش ياخذ اولاده، فهمتني؟ اللي يبدو شاهين 20 حاجه، فهمتني؟ لا ما ياخذيش، فهمتني؟ هذا الشهر العادي، فهمتني؟ لا فبما ذلك اللي اسعاره طايحه على الاخر، فهمتني؟ لا شو الاسواق؟ أسوام أنا يعني خيالية، إيماجينابل في كل شيء ولا فما في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء إيماجينابل، إيماجينابل. أنا واحد كاين وعايش في حلم. صعيب ياسر صعيب صعيب. أقل قفة هنا راهي ب 40 و 45 ألف، هذه ما قضيت حد شيء، ما عملت حد شيء. والله إيش نقول لك بكل صراحة، أنا جو في با في تونس، نعيش في الخارج. أما إيش نقول لك حاجة، كي نجي لهنا سام سوربرون، معناتها نبهت في الاسعار. علاش؟ خاطر فرونشمون ساعات انا نحسب لوغو نلقاهم لو ميم بري، معناتها كي نجي من نجيبهم من فرنسا ولا من برا من بلجيكا ولا سي لو ميم بري، وساعات سي بلو شيغ. انا علاه؟ فما ناس تقدر فما ناس ما تقدرش. فما ناس باغ اكزومبل معناتها مسكين يمشي يشوف لك اللحم هذاك الحوت والحاجات اللوكس ما نحكيوش عليها، اللحم ولا الدجاج يغزل له ويروح على روحه. والله صافي صافي مالو كور. انا موظفه ونتسمى كادر معناها، اي برغم ذلك ما نجمش نعرف فرق معناها. ما كان كانت الاسواق بصراحه غلا مشط في كل شيء ولا فما حاجات اغلى من حاجات. بالله اكثر حاجه ضروريه للمواطن شنو هي؟ ماكلته، ماكلت صغاره، خاطر الباقي الكل ولا ثانوي اذا ما ولا كماليات معناها. دونك اكثر حاجه هي الخضره بالاساس، اللحم، العظم، التفاصيل نتاع الماكله الكل هي ولات غاليه أكثر من اللي تتصور. كل شيء غالي، كيش تتعب بها طماطم فلفل غالي، الغلا ما نخطوش عليها، كيش تحب تتعب بها الغلا. اللحم اللحم الدجاج ب 10,000 فرنك، علوش ب 32، إي كيش تحب نخطو عليه. بشر معناتها غير يعيش على العجة ولا كاو، تسلو شكشوكة. هذاك باش يعيش. لا توا قال لك برشا حاجات ما فماش والكل، صدقني أنا السكر جبته من فرنسا. ما نكذبش عليك، مش متوفر القدره الشرائيه، هي يعني مش متوفر. حتى الاحتكار حكايه فارغ فماش، خاطر هو حتى كي يتقص غير لهفه المواطن، حتى كي يتقص مده يرجع من بعد. اما المشكله في القدره الشرائيه نتاع المواطن اللي هي بصراحه يلزم يتلاو بشويه يتلاو بالحكايات هذه، يتلاو بها هكا واش في تقول، خاطر ما ثم شيء. والمسوار على قده، معناتها مش نقولوا نحن الشهريه نتاعك ما عادش تقضي لك وما عادش تجيب لك حتى شيء. تزيد كلاه ماء وضو، فهمني ايش باش يعيش؟ يعيش بركة ربي، فهمت؟ توا يعيش بركة ربي هكا. ماهيش مشكلة الزيادة، مشكلة التحكم في الأسعار، خاطرك أنت الشهرية على حسب الأسعار كيفاش قاعدة تطلع، وخاصة المواد الأساسية، يعني إذا نقول أساسي راهو حتى العظام أساسية، حتى الدجاج أساسي، حتى يعني مش كان مجرد تحكي على البصل والطماطم والفلفل والكل، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. وكي تبدا السلعة مخب، يعني جبتها أنا نبيعها ونربح فيها، علاش باش تربح؟ قال قليل العيش. لا الحمد لله قناعة، الحمد لله لاباس.